بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا إخواني وأخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بألف خير إن شاء الله وبصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله كنفصل واحد التوب ديال جوهرة مبرة، حتى بديت وقلت علاش ما نتشاركوش معكم، ربما لا تكونوا محتاجينه أو لا. المهم كاينين الأخوات اللي ما كيعرفوش يفصلوا بحال هاد التوب هذا. أول حاجة منين غادي ناخدو التوب، هانتوما كتشوفوا فيه هاد السقلي هذا، هانتوما كيفاش داير حرش. الا درتو هكا كيجيكم حرش، يعني غادي تشوفوا البلاصه اللي هكذا كتهبط هاد الرطوبيه على هاد الشكل. وثاني حاجه خاصكم تشوفوا الثوب، خاص تكون هاد الزواقه هادي، هاد الخطوطه هادو، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. هذا راه فيه جوج الوان، يعني كاينه المبره وكاين هاد السقلي هذا، خاص يجي الخط على خوه. هانتوما قبل ما تطويو الثوب خاص هكذا تحاولوا يجي الخط على خوه، يجي هذاك تعصم فوق خوه ويجي الاخر ديال الثوب فوق خوه. وكنجيو انا حطيت الثوب هكذا وخديت الطول، عبرت الطول من هنايا كما كتشوفوا، وجيت وبديت العبار من هنايا، ما بديتش من الراس ديال الثوب، دائما كنبداو من هاد البلاصه. هانتوما كما قلت لكم يكون هاد الرطوبيه هادي هابطه لتحت. انا تراسيت، غير غادي نعاود نوريكم العبار اللي درت. هاد الحاشيه هادي، هاد البانده هادي كنحيدوها، هادي ما تحسبوهاش الا لقيتاش كتكمش الخياطه، ما تحسبوهاش عاد باش بداو العبار. درت في التقويره 8 سنتيم، الكتاف عندي فيهم 22 سنتيم، هبطت ب 4 سنتيم ديال التسطيح هاد الكتاف، درت 28 سنتيم في التركيز، وهبطت لعند 4 سنتيم، قسمت هاد المسافه خديت 12، دخلت بجوج سنتيم. الصدر عندي فيه 31 سنتيم، زدت الخياطه. انا هاد العباره البنات اللي درت واحد شويه زايد شويه د العرض، لحقيتاش هاد القفطان غادي يتحزم، واي حاجه غنديروا لها الحزام ما يمكنش نديروها لاصقه علينا، ضروري نديروها شويه عريضه. هبط هنا ب 12 سنتيم، عاودت هبط ب 16، يعني دخلت هنايا درت 32 سنتيم في الصدر، هنايا درت غير 31 باش دخلت غير بسنتيم واحد. كيما قلت لكم مع غنديروا الحزام يعني ضروري يكون شويه عريض. هنايا في الحوض درت 34 سنتيم، صافي. وقديت هاد الدوره ديال التركيز، هي ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. طيحت الكتاف، وقديت الفاز ديالي. كما قلت لكم انا ما دخلتش فيه بزاف، لحقيتاش بغيتو يبقى عريض. بالنسبه للجلايل من التحت درت 45 سنتيم باش يجيني واحد شويه د العرض، صافي. وسطرت هانتوما كما كتشوفوا، راه اللبده ديال القفطان غادي على التحت. قبل ما نقطع خاصني نشوف واش كافيني الخلف نخرجو من تما. كاينه طريقه واحده اخرى، غادي تقسموا الثوب على جوج بالطول، عاد باش غادي تطويوه وتفصلوا منه يعني الخلف والامام مره واحده، ولكن انا كنفضل هذه الطريقه هذه. هانتوما غادي نشوف البلاصه فين غادي يجيوني الكتاف، انا عندي 22 سنتيم، غادي نقرا مثلا من هنايا، انا عندي 21 سنتيم في الكتاف، انا عبرت من هنا، غادي نهبط ب 28 سنتيم، وغادي نشوف واش العبار ديال الصدر عندي هنايا 32 سنتيم، ها هي كاينه، يعني كما كتشوفوا ها هي النقطه ديال الصدر، وها هي ها هو الصدر ديال العبار الاول، يعني راه كافي. غادي نهبط ب 12 سنتيم ونعاود نهبط ب 16، وغادي نشوف الحوض ديالي، ها هو 34 سنتيم، يعني كاين، وهي الدوره تاع التركيز. دابا غادي نعبر
من هاد البلاصه وغادي نشوف الطول. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه اللي درت انا قبل ما نقطع طراسيت الامام. وقبل ما نقطع هانتوما كتشوفوا طراسيت الخلف، وجيت باش نشوف واش باقي ليا الاكمام. هانتوما شوفوا راه باقي صافي. دابا غادي نقطع. بالنسبه للتقويره تاع الامام غادي ندير فيها 12 سنتيم. دابا من بعد ما قطعت الجهه الاماميه غادي نحيد واحد الطرف. ثم كما كتشوفوا هذا راه فيه الخمله بزاف. دابا غادي نقاد هذا الطرف اللي بقى ليا. غادي نحط فوقه هذا تاع الجهه الامام باش يجيوني نفس القياس. غادي نخرج هذيك الحاشيه اللي انا ما غاديش نحس بها. دابا انا حطيت الامام على الخلف، غادي نقاد التقويره ديال الخلف. غادي نحط بجوج سنتيم صافي. غادي نقطع. اللي ما غاديش تعرف تقطع كما كنقول لكم دائما غادي تراسي هكذا باش ما ما ديرش شي ديفو ولا تدخل في الثوب. انا دابا قطعت الخلف حتى هو، هانتوما كما كتشوفوا هنايا ثلاثه الطروفه صافي. غادي نجمعهم كاملين. بالنسبه للاكمام البنات غنديروا لهم نفس الطريقه اللي درنا في القفطانيه، يعني ضروري تكون هاد المبره وهاد السقلي هذا هابطي لتحت بحال نفس الفصاله اللي درنا للقفطان. نديروا هكذا الزواقع على اختها. خاص ضروري هاد الزواقه اللي غادي تجي، هاد الخط اللي غادي يجي في الكمامه يكون مستقيم. غادي ناخذ الطول فيه 62 سنتيم. التركيز درت فيه 28 سنتيم، يعني هاد العرض هذا خاصني ندير فيه 29. غادي تحاولوا لحقيتاش ما كيبغيش يبان الطباشير في هاد المبره. غادي نهبط هنايا 12 سنتيم. كما كتشوفوا راه هاد السقلي وهاد الحرشيه راه هابطه لهنايا لتحت. غادي نقسم هاد المسافه على جوج. غادي نعاود نقسمها على 4. هنا غادي نهبط بسنتيم وهنا غادي نطلع بسنتيم صافي. وغادي نقاد كما كندير معكم دائما. هنايا في الراس تاعكم غادي ناخذ 18 سنتيم، يعني السيده بغات شويه الكمامه عريضه. غادي ناخذ نص الكمامه في النصف ديالكم درت 24 صافي. وغادي نقاد غادي نتراسي بالعكس لحقيتاش كيفاش. صافي هادي هي الكمامة ديالي. ما عرفتش واش كتبان لكم فيها كيبان التراساج ولا لا. صافي هادو هما الكميمات ديالي انا قديتهم صافي.
نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتجيكم بطريقه سهله. ما تنسوش ليا لي لايك، ما تنسونيش من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.